ما فيهاش غير فنانه، واحد مجموعه ديال الناس. اما الفنانه انا ما نقولش لهم، ما غنشكرهمش. علاش؟ حيت حنا خوت، حيت حنا خوت. اللي كضرهم كضرني، والمشاكل اللي كنعيشها راه كيعيشوها وكيعرفوها. فشتي هذا الحضور ديالهم ماشي جا هكاك، جا بصح. علاش؟ لانهم عارفيني وكيعرفوا الخامولي، وكيعرفوا الحقيقه. لان هذا الدار، هاد الفنانه الغالبيه ديالهم اللي شتيهم راه باتوا هنا، وكانوا كيجلسوا مع با الحاج والحاجه، سيرتو الحاج، وكيضحكوا معاه. وكاين فيهم اللي قال لي الحاج الله يرحمه، هاد الدار راه ديال الخامولي، ولا بغيتيهم نجيبهم ليك ونقول لك سير عندهم وسولهم وغادي تسمعهم اش قالوا، اش غادي يقولوا. شكرا بزاف. كنبغي نشكر بزاف المغاربه اللي ساندوني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واللي اتصلوا بيا بالهاتف، والجمعيات ديال المجتمع المدني، واللي ها هما كتشوفوا معايا لك واقف معانا شتيهم ادركتيها. هادو ناس كيربطني بهم الا الخير. هادو ناس فين ما كيكون شي عمل خيري كنمشي وكنحضر وكنتعاون معاهم. وهادو فجاو ساندوني وقفوا معايا في المحنه ديالي، فالله يجازيهم بخير. لا هما ولا مجموعه ديال الاصدقاء كاينه هنا اللي كتربطني بهم واحد العلاقه، وعلى رأسهم الاتحاد المغربي لمهن الفنون الدراميه، اللي رغم الحداثه ديالو ورغم انه يلاه في قيد التأسيس وكذا، فربما انا بديت ليه بهذا الهم هذا. فالاخوان جاو مشكورين من مراكش، من الرباط، من خريبكه، من هذا، جاو من هذا المكتب هذا باش يأزروني. وعلى رأسهم هو سي عمر جليه، وحضر معنا لانه عضو في المكتب، فجا باش يأزرني ووقف معايا. فشكرا لله بزاف بزاف بزاف، وان دل على شيء فينا ما تيدل على المحبه ديالهم ليا هاد الناس. المطلب ديالي انا راه قلت، المطلب ديالي فيه شقين، فيه مطلب مادي ومطلب معنوي. المطلب المادي هو يرد ليا فلوسي، ما يضحكش عليا. والمطلب المعنوي هو اعاده الاعتبار ليا والكرامتي، وإعادة التحقيق في هذا الملف هذا اللي قال لك فيه أنا التراميت، واش أنا صاحب حق ولا ماشي صاحب حق. هذا هو اللي كنطلب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.